بس ما جابهاش في الفيديو طبعا. رحت رايح موتي ونزل لمعتها له كده. الراجل ده راح مديني هاج جامد وراح ماشي، لانه كانوا مستعجلين وعايزين يمشوا كده عشان البريمير. فمش هنكمل بقى، اللي عايز يتفرج فيديو على الفيديو ويكمله اسمعوا بين دي الجزمة هي بعد ما البسها على طول. كنت انا واقف دلوقتي كان فيها حاجة كده عايزة تتلمع، رحت انا رايح. بس انا كنت في هوريكم دلوقتي ستيفن بيلو اللي انا قلت لكم عليه. ستيف بيلو ده، بص ده ستيف بيلو ده يا جماعة، ده بقى اللي انا وريته لكم، الراجل اللي هو ايه اليهودي المخضرم بنقول عليه، احنا بنقول عليه ذا جويش، ده كنا بنقوله على كده يو ار ذا ماستر. هو كان فعلا راجل جامد، اتعلمت منه حاجات كتير جدا. هو دلوقتي كان بياخده بيوريه العربية وبيخليه هيخليه قبل نيك كازانا اللي هو الاونر بتاع الفندق دلوقتي. فهم هو ده برضو خد ثانية، ده راجل دايركتور، والتاني ده خد ثانية اللي هو الاونر بتاع الفندق ده نيك كازانا. ده مالتي مليونير الراجل اللي خد معاه صورة. ده راجل بقول لكم كان بيجيب النابكناية بتاعت الفندق. الفندق ده اكتر فندق في حياتي، فندق صغير مش كبير. انت شفت صورة الفندق؟ كان فيه حوالي 150 غرفة. اكتر فندق انا شفته اتصرف عليه في حياتي. الراجل ده صرف مصاريف، عمل مكتبة كده عليها خريطة نوكسفيل بالكتب من ورا. صرف، انا النابكناية كان بيجيبها من فرنسا مش عارف متكلفة قد ايه الفلوس، حاجات بشع بشع في الفلوس. المهم دي من القصص اللي انا كنت عايز اخدكم منها اوت اوف ذا تريننج. اني كويستشنز؟ خلينا بقى نرجع ايه للبرزنتيشن ونحكي ونكمل القصه. احنا هنا اف 5 فين؟ هلا يا سلام. كلنا نرجع تاني، المفروض ترجع لوحدك. الجهاز ده معقدني من امبارح. تمام، دبليو جا ده امريكا، واو باتلر دخلناها، ده نوكسفيل. فخلاص عرفتوا مين هو ده دلوقتي. انا خدت سكرين شوت للحته ديت وقلت بقى ايه احطها على الفيسبوك وبتاعه عشان وقفت الحته دي، ما انا ما خدت الصوره معاه. والباتلر بتاعه اللي جنبه بيقول وي هاف ا ريل باتلر ان هاوس هير سو ليتس جيت هيم. هي واز سينج ام نوت ا ريل باتلر. هو ستيلينج ميدات، هو البطل بتاعه، هو بيمشي معاه، هو اللي بيفتح له الشنطه. مش عارف بياخد كام بقى ده في الشهر، بياخد كام في الشهر؟ تخيلوا كده، حطوا رقم، بياخد كام في السنه؟ 50 ايه؟ 1000 دولار. بياخد 125000 دولار. هو كان بيقول لي انا بعمل لي بتاع 15، هو 110، قال لي انا بعمل لي 15 كده. لا هو بيقول انا 1 اند 10 وبيقول انا بعمل 15 فوقهم ف 125. كان زعلان صح؟ بقول يعني عادي، مش عشان تعرفوا قيمه الباتلر كبيره يا جماعه. الراجل ده بس هو والله العظيم اللي بيعمله، عايش معاه فن. شفته بيعوم معاه وبينزل ومقضيها، هو كل اللي بيعمله شايل له الشنطه كده بيسحبها له وراه وبيروح معاه وبيسافر معاه وبياكل معاه وبيشرب معاه وبتاع، وعايش معاه الولد وكان واد عسل والله. فجاي ساعدني وبتاع، ولاني شلت الشغل عنه في اليوم ده فكان مبسوط يعني. فالمهم دي بس من القصص اللي حصلت في نوكسفيل تينيسي. وبعد كده بقى انا تعبت في نوكسفيل، بعيد قوي عن بافالو وعايز ارجع بقى يا جدعان. يعني انا مش هينفع بقى، انا بعيد عن مراتي وكده. فروحت راجع على ايه، ذا منشن اون دلوير افينيو، ذيس از ذا اونلي 4 ستارز 4 دايموندز ان بافالو تيل ناو. يعني اربع نجوم اربع ستارز، ده حاجه زي 5 ستارز بس هم مش عندهمش عشان ما فيش حمام سباحه وكده، فمش هينفع ياخدوا ال 5 ستار. بس فندق لاكشري قوي، الفندق الوحيد اللي عنده باتلر سيرفيس، بيوفر باتلر سيرفيس في بافالو. اتصلوا بيا ومراتي كانت تعرف حد وناس مش عارف، وشفت علاقات حلوه برضه. لازم يبقى عندكم ايه علاقات، تعرفوا ناس وكلام من ده، دي حاجه كويسه. تعرفني النهارده اعرفك بكره كده. فتعرفت بناس وعارفين ان انا دلوقتي الهيد باتلر في نوكسفيل وعايزين بقى نرجع بافالو عشان انا مراتي بتجيلي وانا بروح لها وحوار. فرجعت على الفندق ده وبقيت الهيد باتلر بتاعه. كانوا عندنا كانوا 25 باتلر، الفندق كله باتلرز، كلنا الريسبشن بكله مفيش حاجه اسمها، كلنا باتلر. انا بقى كنت الهيد باتلر بتاعهم، وكانوا في واحد مسمينه الفرونت اوفيس مانجر، ده كان بيعمل بس التشيك ان والتشيك اوت. وانا قلت لهم مش عايز اعمل الكلام ده لان انا